السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في هذا الشهر الكريم المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. مرحبا بكم في أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. العشر الأواخر من رمضان ينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في الطاعة والعبادة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أقبل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في العشر الأواخر من رمضان ألا يحرم نفسه من الاستغفار في وقت السحر. نحن بطبيعة الحال نقوم في هذا الوقت لنتسحر، معروف طبعا أن المسلم يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي نفس الوقت أي نعم، ربما أنا نبهت على هذا الأمر قبل ذلك وقلت بأن البعض للأسف الشديد ربما يتناول شيئا قبل أن ينام، وبالتالي ينام ولا يتناول طعام السحور من ناحية، ويضيع بركة السحور ويضيع صلاة الفجر إلى آخر هذه الأمور. لكن الأساس في المسلم أنه بيتناول طعام السحور. طعام السحور بيكون في وقت السحر، يعني هو أصلا كلمة السحور مأخوذة من السحر. السحر في اللغة هو الوقت الذي يسبق آذان الفجر، هذا يسمى في اللغة بوقت السحر، وهذا هو ما قال الله سبحانه وتعالى فيه: وبالأسحار هم يستغفرون. في هذا الوقت ينبغي على الإنسان، طبعا أنت ستقوم يعني لتتناول طعام السحور، إما أن يكون لك يعني فرضا بعض الناس لا ينامون، لكن فرضا لو نمت ينبغي أن يكون لك يعني في هذه الليالي الأخيرة من رمضان ينبغي أن يكون لك مثلا نصف ساعة قبل السحور أو أكثر أو بعد السحور، المهم قبل أذان الفجر. هذا الوقت بتخلو فيه مع الله سبحانه وتعالى، بتخلو فيه مع المولى عز وجل، يعني أنت في ضيافة الله وأنت في رحاب الله سبحانه وتعالى، تستغفر الله عز وجل وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك من فضله، لأن وقت السحر هذا هو وقت التجلي الإلهي في الثلث الأخير من الليل. هذا الوقت وقت التجلي سواء في العشر الأواخر من رمضان أو في غيرها من ليالي، يعني الله سبحانه وتعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في هذا الوقت حين يتبقى ثلث الأخير من الليل، وينادي على عباده: هل من مسترزق فأرزقه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. أتخيل الله سبحانه وتعالى ينادي عليك، ربما أنت تكون نائم في هذا الوقت، ولكن لابد أن تعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى ينادي عليك: هل من مسترزق فأرزقه. يعني إن وجدت مثلا ضيقا في الرزق فقم في هذا الوقت واسأل الله سبحانه وتعالى، يعني كما تسأل هذا وتسأل هذا أنت في هذا الوقت في معية الله في رحاب الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله الله سبحانه وتعالى الرزاق، الله سبحانه وتعالى الباسط، الله سبحانه وتعالى الفتاح، هو الذي ينادي عليك ويقول لك: هل من مسترزق فأرزقه، يعني هل من إنسان يطلب مني رزقا ما وأنا أرزقه. وبالمناسبة الرزق ليس مال فقط، يعني قد يكون الرزق في زوجة صالحة إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظت. قد يكون الرزق في ولد صالح، ممكن يكون عندك ولد ولكن يكون الرزق في بر هذا الولد بك، أن تحسن تربيته، هذا نوع من أنواع الرزق. الرزق قد يكون في التوفيق والهداية والسداد في أمر من أمور الحياة. ولذلك مثلا يعني أنت لماذا شرعت صلاة الاستخارة؟ لأنك تريد من الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يوفقك وأن يسدد خطاك في أمر من الأمور. ولذلك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، يعني يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، مهما كان علمي فأنا علمي محدود وعلمي قاصر، علمي ربما
يعني لا يتعدى تحت رجلي، إنما أنت علمك يا الله، أنت الحكيم لي الخبير، أنت تعلم العاجل وتعلم لي الآجل، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علام لي الغيوب، وأنت تعلم لي الغيب. وبعدين بتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتقول: اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني في الدين، شوف الدين الأول، في ديني ومعاشي، يعني في ديني ومعاشي اللي الحياة، يعني في ديني ودنياي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، العاقبة يعني في المستقبل، وعاجل أمري وآجله، يعني في الوقت الحالي وفيما بعد، عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي يا رب العالمين. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان يا رب العالمين. يبقى أنت في هذا الوقت بتسترزق الله سبحانه وتعالى، تسترزق الله ليس من ناحية المالية فقط، وإنما من ناحية كما قلنا التوفيق والهداية والسداد. تسترزق الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تربية ابن، تسترزق الله سبحانه وتعالى أن يعينك مثلا أن يفتح عليك في مسألة من المسائل، أو في مشكلة من المشكلات، بتسترزق الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك لو كنت مثلا إنسان بيدرس، أو إنسان بيبحث، أو إنسان بيؤلف، أو طالب من طلبة العلم، أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك مغاليق المسائل، وأن ييسر لك سبل الطلب. دي كلها اسمها استرزاق، يعني طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يعني هل من إنسان يطلب مني المغفرة وأنا أغفر له؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، استغفروني، يعني أطلب مني المغفرة وأنا أغفر لكم. يا عبادي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله سبحانه وتعالى يبسط يده إليه لتتوب إليه، الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب إليه مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب إليه مسيء الليل. هذا الوقت اللي هو وقت السحر، وقت التجلي الإلهي، الله سبحانه وتعالى بقدرته وبعزته وبعفوه وبمغفرته ينادى عليك: هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ في هذا الوقت يعني من أحرى الأوقات لاستجابة للدعاء. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قيل: في جوف الليل للآخر. أنت في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أقول دائما من فضل الله سبحانه وتعالى علينا في شريعتنا الإسلامية، أن ديننا الإسلامي العظيم ليس فيه كرسي الاعتراف، أن تجلس وتعترف أمام أحد، لا، أنت بتعترف أمام الله سبحانه وتعالى، وبتطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعفو ويغفر، أن الله سبحانه وتعالى وعدنا بذلك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لو تتبعنا أوصاف المتقين في القرآن الكريم، لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات المتقين أنهم يقومون في هذا الوقت، هو وقت السحر، وقت الذي يسبق أذان الفجر، ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. انظر مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. يعني الله سبحانه وتعالى ختم صفات هؤلاء المتقين أنهم من المستغفرين بالأسحار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. مستغفرين يطلبون المغفرة، يطلبون العفو من الله سبحانه وتعالى بالأسحار، يعني في وقت السحر اللي هو في الوقت الذي يسبق كما قلنا أذان لأذان الفجر، والمستغفرين بالأسحار. هذا هو الموضع الأول الذي بين الله سبحانه وتعالى فيه أن من أهم صفات المتقين أنهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى بالأسحار. الموطن الثاني في القرآن الكريم في سورة الذاريات، يقول الله سبحانه وتعالى فيه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا
قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم إيه؟ هم يستغفرون، يعني أيضا يستغفرون الله، يعني يطلبون من الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة في وقت الإيه؟ في وقت السحر. إذن يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن من أهم صفات المتقين أنهم يستغفرونه بالأسحار. طب لماذا خص هذا الوقت دون غيره بالتجلي الإلهي؟ لأن هذا الوقت بيكون هو وقت السكون، وقت يعني الناس فيه نيام، إنما أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى، أنت في معية الله وفي رحاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل من أهم أهداف الصيام أن يصل الإنسان إلى منزلة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن أهم صفات المتقين أنهم يستغفرون بالأسحار. فالاستغفار بالأسحار والصيام يعني يوصلان الإنسان إلى التقوى، وهذا الزاد الذي يكون الذي يعمل المسلم عليه في شهر رمضان يظل مصاحبا للمسلم طول طول العام. يعني نستطيع أن نقول أن رمضان الإنسان بيشحن فيه شحنة إيمانية قوية، وبيتربى فيه وبيتغير فيه وينمي في نفسه عادات وعبادات وشعائر معينة تظل مصاحبة له طول العام. إنك أنت مثلا طول 30 يوما بتصوم، تقرأ القرآن، تقوم الليل، تستغفر بالأسحار، تعطف على الفقراء والمساكين، بتدعو الله سبحانه وتعالى، يعني بتبعد لسانك عن اللغو والرفث، فهذه أمور بتتعود عليها في شهر رمضان فتظل مصاحبة لك. يعني الإنسان حينما يكرر فعلا ما هذا الفعل فيما بعد يصبح عادة، فأنت قررت هذه الأفعال على مدار 30 يوما فتصبح عادة لك، وبالتالي تصحبك طول العام. إذن أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علينا ألا نفرط في هذا الوقت اللي هو وقت السحر، وبالأسحار هم يستغفرون. نحن في جميع الأحوال سنقوم، يعني نحن في جميع الأحوال سنقوم لتناول طعام السحور، وبالتالي من الممكن إما أن تستيقظ يعني مبكرا قليلا، إن نمت، يعني لأن بعض الناس ربما، البعض أنا أعرف البعض لا ينام، يعني ربما يواصل يعني طول يواصل يعني الاستيقاظ في الليل باعتبار أن الليل مثلا قصير إلى حد ما، لكن إن نام الإنسان فينبغي أن يقوم يعني مبكرا، يعني مثلا لو هو متعود يتناول طعام السحور في وقت ما يستيقظ قبل هذا الوقت بوقت مثلا كافي نصف ساعة أو ساعة. المهم عليه أن يكون له وقت يكون في رحاب الله وفي معية الله سبحانه وتعالى، حتى ولو حيصلي ركعتين أو 4 ركعات. يعني منذ قليل كان يعني في ورد إلي سؤال، يعني هل الإنسان يستطيع أن هو يصلي صلاة التهجد في هذا الوقت؟ نعم، وسنبين هذا الأمر لاحقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سنتحدث عن صلاة التهجد وعن أحكامها وعن ما ينبغي للمسلم أن يفعله في هذه الصلاة، وهل لو صلى الإنسان مثلا صلاة الوتر ثم صلى بعد ذلك صلاة التهجد هل يعيد الوتر مرة أخرى أم لا، وما الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل؟ كل هذه أمور سنفردها بالحديث في دروسنا المقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.